والكلمة حرة. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع. توتسويت الانترفيو. الانترفيو ضيفنا في حوارنا اليوم المفكر والناشط السياسي عبد الحميد جلاسي. مرحبا سي عبد الحميد. أهلا مرحبا بك بارك الله فيك ويعطيك الصحة على المدح منها خاصة صفة المفكر هذه بارك الله فيك عليها. خير من السياسي اليوم ولات تقلق ناشط سياسي؟ لا 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 بالعكس قيادي حزبي و... لا 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 بالعكس أنا أنا سياسي وما زلت في السياسة لكن ما نعرفش مفكر كذا كلمة كبيرة ياسر. تكتب سي عبد الحميد وتفكر ان شاء الله. هو المفكر خير من المكفر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. والقوه نتاع اللغه نتاعنا انه نفس الحروف تنجم تكون مفكر وتنجم تكون مكفر ان شاء الله ربي يسر ان شاء الله. النازله التونسيه شنو هي حكايتها؟ والله ايش نقول لك، احنا عندنا حكايات بالنسبه للتاريخ نتاعنا. يعني انا البارح تحدثت على النازله، اليوم قلت راني ماشي بنشوف النازله التونسيه معناها في البلاتو معناها نتاع راديو ماد، لاني اعتبر انه الحلول ما عادش واضحة. الحلول ما عادش واضحة. واضح نعم، وأنه التشخيص فرطنا برشا فرص، فرطنا برشا فرص قبل 25، ثم أيضا فرطنا كثير من فرص حتى بعد 25، ومازلنا لحد الآن مازلنا قاعدين نفرط في الفرص. وأنا التشخيص متاعي في الوقت الآن ثم نوع من البلوكاج اللي موجود منها في البلاد، نوع من التوازن متاع الرعب. توازن الرعب؟ نعم، اللي بالنسبة لي أنا نعتبر هذا قلته منذ مدة. شكون فيه التوازن؟ ما بين رئيس، ما توفرش فيه رئيس، صفة رئيس. شو معنى ما توفرش فيه صفة رئيس؟ زوز أشياء، عمل الانقلاب نهار 25 واللي ما تضحلوش إلى نهار 25 رأوا انقلاب، رأوا تضحلوا نهار 22 سبتمبر. إذا هذا من واحد من الزاوية الشرعية عندي أنا بلاد من غير رئيس وهو رئيس الأمر الواقع. ولكن اللي أخطر من هذا مش فقط الجانب بتاع الانقلاب والجانب الأخلاق فيه، جانب الكفاءة. وأنا قلتها منذ مدة كبيرة قبل حتى 25 جويليا، نعتبر أنه قيس سعيد ليس طرحا سياسيا ولا أطروحة فكرية، وإنما هو مزاج شخصي. لا لا ولا شعبي أيضا، لأنه شوف شوية الشعوب متاعنا بما في النخبة متاعنا مازالت تبحث على البطل. وقت اللي نقرأ التاريخ متاعنا معنا في المنطقة الكل عنا 60 عام دايما تبحث على المنقذ، تبحث على اللي يتكلم شوي ويخطب شوية. بعلم أنه قيس سعيد ما يخطبش، معنى يتكلم في روحه، ما حتى اللغة العربية وغيره ما ننتهى، ومش هذه هي اللغة العربية. وأيضا تختار بالضدية، قيس سعيد تم اختياره ليس لمشروعه وبالقرب. لا حتى قبلنا بالقروي أعمق، الموضوع أعمق من هذا، هو كليفاج لكل ما هو موجود من أحزاب ومن منظمات ومن غير، وهو كان عنده الذكاء في أنه استثمر في الغموض، في أنه ما عنديش مشروع وراه المشروع جاي من عندكم أنتم وراني أنا نظيف إلى آخره. فالناس اتماهت نظرا للنوع متاع خيبة الأمل في الوضعية من اللي قامت. لكن الآن عندي أنا اللي واضح اللي مازال لحد الآن مازال ما توضحت لهش الأمور، إن شاء الله يجي وقت ويفهم أنه قيس سعيد لا تتوفر فيه المقاومات الدنيا باش يكون مسؤول متوسط في الدولة مش رئيس جمهورية. موضوع الاقتصاد اللي هو الشأن الأساسي في العالم اليوم، قيس سعيد لا علاقة له بالأرقام ولا بالعالم. حتى نرجع كمل لي مكونات مثلث الرعب. إذا هذا شخص انقلب ما عندوش مشروع، ما ينجمش يعيش مع الناس، ما نجمش يحكي مع الناس، موش مع المختلفين معاه، لا حتى مع المحيط متاعه. وقت اللي نلاحظه الآن خلال سنتين الحروب متاع القصر اللي حصلت هذه وصلوا لها بورقيبة في آخر في وسط الثمانينات، وصل لها بن علي بعد 20 عام من الحكم. الآن هذا وصل لها قيس سعيد من بعد 25 جويلية لحد الآن الصراعات اللي موجودة ولن تنتهي لأنه ما مش يسمع حتى حد. إذا هذا بالنسبة لي هو اللي ما عندوش مشروع، ما مش يسمع حتى حد، ما هوش باش يوخر،
مش يحاول يورط المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية في صدام مع عامة المواطنين، ثم بعد مدة الناس اللي خرجت فرحانة نهار 25 جويليا نظرا لأن تسخيلوا هو المنقذ جاء، ستجد نفسها سريعا أمام أكبر خديعة، لأنه هو المشروع متاعه الناس كانت تلوج على الخبزة وعلى التنمية وعلى التشغيل. تلقى رئيس يفكر ما في مسائل أخرى كيفاش يعاود يفكك الدولة يفركها إلى آخره ويبني على شكلته، لكن مش هذا المشكل. المشكل أيضا في الجهة المقابلة، في الجهة المقابلة أنه لحد الآن المفروض أنه الناس اللي كانت باش تعارضه هي بيدا جزء منه اللي كان في المنظومة ما قبل 25 جويليا، وللأسف الشديد لم يمتلك الجرأة باش يكون عنده نوع من التقييم الذاتي، نوع من استخلاص الدروس، نوع من أنا سمعت البارح تبعت مليح البارح منها الجلسة الافتراضية الأولى للبرلمان تاع الشعب، بطبيعة الحال أنا مع الشرعية وخيره، لكن لما نسمع في المداخلات معناها كثير من المداخلات وكأنه ما حدثش 25 جويليا، وكأنه ما حدثش 22 سبتمبر، وكأنه ما حدثش 13 ديسمبر. يعني ثم ناس مازالت من غادي كمان في العركة، نقصتها شوية سامية من هنا وعبير من غادي من يرجع نفس الشيء منها، بالتالي هذا جزء، ولكن أيضا ثم جزء آخر من ما يسمى الآن العائلة الديمقراطية الوسطية الاجتماعية وخيرهم. أنا ما نتحدث، أنا ما نعتبرهاش مكون منسجم، لكن كيف ناخذ الطيار الديمقراطي وناخذ الكلام تاعه ونشوف سيغازي منها الشواشي، يعني الناس ما انتبهتش اللي هم اللي دزوا قيس سعيد الانقلاب. التيار الديمقراطي دفع، التيار الديمقراطي هو اللي دز قيس سعيد شجعه، مش معناه راه قيس سعيد هو راه اسمها قيس سعيد راه ماشي في الواد نتاعه، ولكن هو الخط السياسي نتاع التيار هو الذي دفعه في الحديث على الفصل 80 يسخيلوه، هو مش يفهم الفصل 80 كما يفهمه هما، لخاطر ما فهموش المعادله نتاع قيس سعيد. ولكن الاخطر من هذا، بعد 25 جويليا وقفوا أمام الباب يدقون الباب، يهبوا رواحهم يكونوا من جزء متاع السيستم تاع قيد سعيد، ولحد الآن ممتلكوش الجرأة باش يقولوا رانا غلطنا في القراءة وفي التقدير. والسياسي اللي يغلط في التقدير بطبيعة الحال يغلط في الموقف، واللي يغلط في الموقف ينجم يخسر بلاد منها مسائل. وما يعني توخل التيار الديمقراطي قياداته اليوم قبل ما يعطيوا الحل للخروج من الأزمة يزمهم يعتذروا؟ لا، من ما عطلوش حزب. أنا ما هوش حزب. أنا وقت اللي نشوف التضاريس متاع التيار الديمقراطي، التيار الديمقراطي ليس حزبا. أي اللي عندي أنا، اللي عندي أنا هي حزبة. وقت اللي تجي تشوف، شوف شوي قبل 25، وقت اللي نسمع أنا محمد عمار ونسمع سامية اللي هي محمد عبد ونسمع غازي الشواشي وكل شيء، نسمع تلوى توندونز اللي موجودة بعد الوضعية هذه، ولا ثم حاجة أخرى ما نتحدثش أنا على عجبوني منا ولا على غير، لكن بالتالي حتى هذه المعارضة جزء منها لم تعارض الانقلاب إلا لما رأت نفسها لم تحصل على الموقع المطلوب منها، ولحد الآن هي مازالت مواصلة في نفس الطريق والهروب إلى الأمام. ولكن أيضا ثم مكون آخر اللي كان مفروض أنه يكون عنده ربما دور، اللي هو الاتحاد العام التونسي للشغل. أيضا أنا أعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل كان خطأ استراتيجي، في أنه هو الذي أيضا كما المعارضة اللي كنا نتحدث عليها سمح للانقلاب أن يتوخله. مقاومة الانقلابات راهي تجي في التشخيص من الأول، خرج على الدستور 25 جويليا، هذا كان اللي خرج على الدستور بالتأويل الواسع وغيره، هذا كان الانقلاب تتصدى له في وقتها، تنجم هاك الساعة منها ربما تخليه يوخر التالي، لكن بعد مدة لما يتمدد ويتوغل أنت تسمى عمليا وفرت الشروط الموضوعية باش يتنفس، باش ياخذ راحته، باش يولي يوفر لك سلطه نتاع امر واقع. وهو تولى اتحاد الشغل فين تولى الوضعيه نتاعو؟ تولى اتحاد الشغل قيس سعيد مش يعمل كيما عمل لك العام الصياح وعملت لك العام القيادات معناها نتاع الحزب الاشتراكي الدستوري. كيفاش عام
ما نتحدث على 77 نتحدث على 84 و85 توما ثم ما تمر الشرجية كنا نحكيوا عليه توا توقيع السعيد مش يخدم على المؤتمر مش يخدم على المؤتمر اي الان سيبتز القيادة متاع الاتحاد اما انه تلكيشة اللي اوضاع صحية وغيره وغيره باش المؤتمر ما يتمش في الوقت متاعه والا مش يلعب على التضاريس الموجودة داخليا ما بين الخط الوطني اللي متميز على موضوع الانقلاب في الخيارات متاعه السياسية في مسؤول الحريات وفي غيرهم أما فمش يعني ومش يلعب على الخط الانقلابي في البلاد والخط اللي القوى السياسية اللي مساندة الانقلاب في البلاد واللي هي عندها تأثير في داخل الهيكل متاع الاتحاد وسنرى ذلك ولكن أيضا الاتحاد الخطأ الكبير متاعه هو شنو خطأ كبير لخطر جهالة مع الديمقراطية والديمقراطية رأي ما تكرديش الفاصل 20 كما الفاصل 31 في النهضة كما الفاصل 20 كما الفاصل 80 في الدستور نفس العقلية اللي عمل ضرب الديمقراطية هذا كيا راي الديمقراطية اطيح فيه راي ولية راي تخلص تنجم تخلي شوي وقت ولكن تخلص اذا هذه وقت اللي نجي نشوف انا الخارطة من الان خلاصتها عندي انا شنو هي خلاصتها لا الانقلابي عنده حلول خلاصتها المعارضة ما زالت للأسف الشديد ما نجمتش تشكل لا برنامج ولا انسجام مع الموضوع متاع الديمقراطية ولا توفر كتلة ولا توفر الموقف الوحيد الممكن الموقف الوحيد الممكن مع الانقلاب هو تقول انقلاب ويجب أن يسقط كيفاش يسقط؟ هذا كموضوع آخر ليه مهم هو اليوم لا شوف الانقلابات ما لازمكش منها تقول هذه نتأقلم معها ونخدم معها ومن دخلها نعملها هذا اللي حاب يقاوم الانقلابات حتى ولو عجزت أنك تقاوموا الموقف التاريخي منها مع الانقلابات أنك تقول هذا يجب أنك نقاومه ونمشي حتى لو تبدأ أقلية ترفع عليه الشرعية من الناحية الأولى إيش مش يبقى الآن يبقى للأسف الشديد الآن ولت تونس فقدت ما كان لها من استقلال الآن نحن كالكرة بنذكورة الآن مصر تتدخل فرنسا تتدخل الأمريكان تتدخل علاش تحدثت على الناس التونسية اللي مانا يتذكروا التاريخ متاع تونس في القرن 19 يتذكروا وقت اللي تولي وقت اللي القوى الوطنية اتفرت في أنها تلتقي يوليك الساعة الغرف اللي ماشي المظلمة اللي داخل البلاد وإنما خارج البلاد تولي هي مانا باش تدخلك الآن مانا الموقف متاعنا أو الوضع متاعنا في البلاد مربوط بالزهوة يجرى مربوط بالشارع ولا أقصد الشارع السياسي الشارع السياسي يعمل أكثر ما يعملوا الدور متاعه هو يعمل دودان باش الانقلابي ما يرتكبش حماقات أكثر في مربع متاع الحريات الشارع الاجتماعي إذا كان تحرك وإلا للطرف الخارجية وإلا ربما تجي ثم حلول لإيقاف كل هذا العبث وهذا الانحدار من خلال من خارج كل سيستم وكل منتظم أنا هنا شكون معناها أنا هنا شو معناها من خارج سيستم وخارج منتظم المؤسسة ربما العسكرية أنا هنا راني كيف نتحدث أتحدث من زاوية المحلل من زاوية اللي وقت اللي واحد يشوف المكونات المجتمع المدني المجتمع السياسي الأطراف الخارجية المزاج الشعبي المؤسسات متاع الدولة وقت اللي نقول اللي ثم حالة الآن معنا متاع توازن متاع رعب للوضعية هذه تو تونس عارف كيف يشرب تو تونس حشاك ما خذوا الصورة فقط كما شارون عام 2006 شارون جات وجلطة مشى للكلينيك أبقى من عام 2006 لعام 2014 8 سنين هو في وضعية لا حي لا ميت يعني ثم صورة من الصور إلى 2006 انت تونس وقت ترجع لنا عام خليني نشكل ثم صورة من الصور لا قدر لا احنا الذلي لا انقلاب عنده برنامج ينجم ينهض بالبلاد ولا قوة اللي تنجم تفرض عليه لا باش يتشاور معها ولا باش تسقطه
وقوى دولي ربما ثم سيناريو من السيناريو نتاعها يقول لك باهي خليه هذا يمشي انا كلنا يجي الوضعيه مش تطيح نعملوا رانجكسيون نعملوا زراقه ندبروا شويه فلوس مره من الدوله هذه مره من الدوله هذه كاي مره من الدوله هذه كاي هكا الوضعيه نتاع الحي لا ميت لا قدر الله من الوضعيه هذه دونك هذه انا كيفاش ما انا قاعد نشوف منا في الوضعيه نرجع نعطي لطفي العميري الكلمة بعد هذا الفصل الإشاري. سمعونا صوتكم على الريبوندور سمعني صوتك سمعني صوتك واطلب 72 328 600 عندك الباك ولا ما عندكش؟ مركز جوهرة للتكوين يضمن لك مستقبلك بشهادة معترف بها وطنيا ودوليا. وإذا تطمحوا للتنشيط في روضة أطفال ولا زيادة تحبوا تكونوا مربين، مدرسة جوهرة للتكوين تقدم لكم خدمات تكوينية في اختصاصات الطفولة والطفولة المبكرة. مركز جوهرة للتكوين هيكل خاص في نابل على ذمتكم ويوفر لكم شهائد مناظرة في مستويات مختلفة والكفاءة مضمونة. يتركز التكوين بالهيكل على دروس نظرية وتطبيقية باش تحصل على البي تي بي وإلا البي تي اس المدة 20 شهر تقرأ وتتكون وتعدي فترة تربص وتربي على يديك جيل جديد. أدغيس إيماب الحديدين نابل أنفو لاين 21 729 285 72 271 775. الإكسبرينس في لا ديفيرانس. ميدي ميد كل يوم من الاثنين للجمعة من نص نهار الماضي ساعتين مع إيمان المداحي لطفي العماري وإبراهيم الوسلاتي على راديو ميد. ميدي ميد الأخبار الصحيح والكلمة حرة. حوارنا متواصل مع ضيفنا لليوم الناشط السياسي عبد الحميد جلاس. تفضل لطفي العماري. فما زوز ملاحظات وقت اللي سي عبد الحميد حكي على التيار الديمقراطي الذي دفع قيس سعيد إلى الفصل الثمانين دون أن يدرك أن سيد الرئيس سيتوسع في هذا الفصل إلى ما لا نهاية له. هنا رأوا زادة إزبنا منذكره اللي دفع قيس سعيد فعلا للفصل الثمانين هو أداء الحكومات عبر 10 سنوات، وبالتالي هذا نلسقوش فقط في التيار الديمقراطي اللي ربما كانت نواياه حسنة إنهاء حالة الفوضى والانهيار البطيء للدولة التونسية. طبعا في السياسة ما فماش نوايا حسنة ونوايا سيئة، فما حسن قراءة للقرارات وللمآلات. المشكل أنه لا أحد في القوى السياسية البارزة في البلاد أحسن قراءة شخصية السيد الرئيس. أنا لهنا نتذكر الشعار اللي رفعوه أنصار حركة النهضة في الحملة الانتخابية، إيش يقول أحد هذه الشعارات؟ انتخبوا النهضة لتطبق برنامج الرئيس قائد سعيد. هنا تفهم مدى القصور والأمية السياسية اللي كانت عند أبرز الأحزاب السياسية، اللي مفروض أنت عندك 6 أشهر تشوف فيه السيد الرئيس قيس سعيد المرشح قيس سعيد يحظى بالمرتبة الأولى في عملية صبر الآراء، مفروض تتوقف وتقول شنو هالظاهرة هذه. حتى حزب لا في الحكم ولا في المعارضة ما توقف وقتها وقال هات سيدي ندرس شنو اللي خلى اليوم كل عمليات صبر الآراء ترشح السيد هذا ومعه السيد نبيل القروي لرئاسة الجمهورية. ما صارش، تعاملوا معه والأساس كأنها معناها طلعة من طلعات حسن الزرقوني، حتى حصلت اللطخة الكبرى وشفنا معناها دور ثاني بين زوز مرشحين يعني من خارج السيستام وزوز مرشحين مقاطعين للإعلام تقريبا وقتها. واحد منهم معناها بقى موجود في السجن شهر ولا شهرين وحصل ما حصل. وهذه الأمية السياسية واللي تختلط حتى بالغرور السياسي اللي الناس اللي كانت في الحكم ما كانتش تتخيل أنه ينجم معناها تتفاجأ برئيس من طينة الرئيس قيس سعيد. ما زال ثاني في حكاية تشبيه تونس بأريال شارون وحالة الغيبوبة ولا حياة ولا موت. في الحالات هذه يا سي عبد الحميد فما آلية تتسمى في الطب لوتانازي. لوتانازي هو القتل الرحيم. تجي
أطباء بعد استشارة والحصول على موافقة العائلة يقولوا لهم راهو المريض هذا ما فيش أمل لأنه بشرع الحياة، هل تسمحون أننا نضع حدا لحياته؟ كي يأخذوا الموافقة من العائلة يسلوا الجعب والخيوط ويتم إعلان الوفاة السريرية. أنت لهنا وكأنه لتنازي هذه باش تقوم بها المؤسسة العسكرية، هنا حديث صريح على انقلاب لأنه عندك رئيس دولة منتخب. هل أنه الحل بصفتك سياسي ومفكر أن نمشي من انقلاب دستوري بين معقفين فصل 8 إلى انقلاب عسكري؟ يعني أنت راه كي نقولوا عبد الحميد الجلاسي نقولوا لا تيت بونسونت تاع الحركة اللي حكمت تونس في العشر سنين هذوم، مانيش نحكوا على أي قيادي داخل الحركة. هل أنه الحل من انقلاب دستوري حسب توصيفكم إلى انقلاب عسكري؟ يعني هل إن عدمت الحلول تماما بتنا نروج إلى أنه انقلاب عسكري لوضع حد لانقلاب الدستوري؟ شوف سي لطفي أما زوز ملاحظات، خلينا نبدأ بالأهم اللي هي الثانية. أنا الآن في وضعية متاع تحليل، ما هوش في وضعية متاع نقول الحل هذا مقبول ولا مش مقبول ولا حتى في الدعوة إلى حلول فرضيات حتى. أي ما أنا عبد قول اللي أنا توا في الوضعية متاع قاعد نشوف مؤشرات وممكن توصل بطبيعة الحال. أنا نعتبر من أهم المكاسب اللي عملها بورقيبة واللي خلت إمكانية دولة مدنية والمواطنة تحصل في البلاد، زوز مكاسب كبيرة اللي عملها. الأولانية في علاقة بنوع من تجاوز البنية القبلية، بالتالي ما نخلى الصراعات اللي موجودة معنا في البلاد اللي هي سطحية ذات طبيعة سياسية ثقافية وكل شيء وأقدار من الجهوية، بالتالي مثلا ماشي العروش وكذا، هذا مهم جدا. قاعدين نشوف في المنطقة نتاعنا كيفاش الطوائف والقبائل التعارق مسار متاع بناء الدولة المدنية دولة المواطن. والثانية وهي مهمة جدا اللي هي إبعاد المؤسسة العسكرية على التدخل في الشأن العام بمستويه، لا المستوى متاع السلطة ولا المستوى متاع الاقتصاد. وأن نحن في منطقة، بالتالي نقول في منطقتنا تونس هي الدولة الوحيدة اللي عندها المقومات متاع إمكانية التحول إلى دولة ديمقراطية مدنية دولة المواطنة البقية، أما فيها ملوكيات ولا تلقى فيها تضاريس متاع سلاح متاع قبائل متاع طوائف منع إلى آخر. إذن أنا نقول اللي هذا نخسر. إذن أنا نقول أن الموقع متاع المؤسسة العسكرية هو تشد القصرنات وتحميلنا من الأمن متاعنا وتحميلنا كذا. دونك من هذا لا يعني فيه بأي صورة من الصور اللي هو دعوة أو تزكية أو غيره، لكن أنا توا أمام زوج سيناريوهات. إذا كان صحة القراءة إذا كان صحة ما نسميه أنا نسميه توازن الرعب أو نسميه العجز المشترك، التشارك في العجز، ما ثمش الناس كل كي ما عندها شغل. ثم الحلولاني اللي هو الحلولاني هو لتنازيل قلت أنت هو من الموت الرحيم، هو في الاخر قرار، لكن ينجم يجي القرار. ثم احتمال اللي هو تتواصل الوضعية هذه متاع مشاكسات منها متاع واحد منها متاع رئيس يزيد يتقدم شوية متاع معارضات الدافع المربع معنا متاع الحريات ومتاع مجتمع اللي هو في الاخر قابل فد من العيات وفد من الاحتجاج، يولي حتى الوضعيه هذه من يقبله. ما تعرف انت الفقر راه ثم سوي معين الفقر يولي يشعل يولي يعمل ثوره، وثم فقر من يولي يوصل الى حاله من الاحباط، وخاصه وقت اللي هذه القوى الدوليه وكل شيء تقول بوركوا با خلي هذا قيس سعيد ما هو يجلي ما مسيتها حتى حكومه من الحكومات السابقه، خلي مس هذا صندوق التعويض مش عارف شنو المؤسسات كذا، ينجموا يقبلوه نوصلوا بها ل 24 ربما ولا ل 23 ولا ما نعرفش كذا. ثم احتمال هذا نتاع هكا لو حي ولو ميت، ولكن ايضا اذا كان مش نلقوا اللي في تونس هذه موجود عليه مؤشرات لا قدر الله ندخلوا فيما يشبه الحرب الأهلية التقاتل، خاصة مع الخطاب التحريضي
رئيس الجمهورية، وخاصة أنه اليوم ولت اللي مبسوط شوي وكأنه بالضرورة فاسد، والنجاح شوي وكأنه وصل بطريقة أو بأخرى. وقت اللي تشوف الوضع هذا نجم لا قدر لا تشعل تولي منا كذا، ولي مش العنف ما بين الأحزاب السياسية، خاطر العنف ما بين الأحزاب السياسية ولا حتى ما بين الأحزاب والدولة اللي جربناه في بلادنا ديما عنده عقل، ديما عنده ثم حدود. لكن وقت اللي ولي لا قدر لا نصل إلى حالة من العنف المدني ولا غيره في الهوم ولا في غيره، هذا ينجم يضر. هنا في علاقة بليبيا، في علاقة بالجزائر، في علاقة بالنظر للمنطقة كلها في الاستراتيجيات، ربما الوضع هذا ما يعجبش مش فقط التونسيين، وإنما ما يعجبش من الفاعلين الأخرين. لكن الفاعلين الأخرين ما نحن مناش العراق باش ما نلقى غدوة للأمريكان ولا غير الأمريكان اللي داخلين وكل شيء. كيف يحصل الشيء هذا؟ أنا ما نعملش وما نحبش وما ندعوش، لكن ربما من اللي في الاخر باش يقولوا اي هذا وضع ما ثمش لي حلول، لا ثم توافق على شخصيه سياسي ولا ثم تشكيل من ثم كتله من الكتل ولا انا كما قلت لك انا كاين نحل اللي قاعد نشوف هو انت تنجم تحرجني لو كان تقولي لا سي عبد الحميد راه ثم حل اخر غير الحل من نتاع استمرار الوضعية هذه من العبثية وغير استمرار لا قدر لا تدخل. شلون يكون الحاسم في تدخل هذه الأطراف ولا حتى في إيجاد حل آخر؟ يعني اليوم كي تجي تشوف أنه السيد رئيس الجمهورية حتى من خلال الأرقام اللي قدمها البارح فيما يتعلق بالاستشارة من خلال الرزنامة تاع 13 ديسمبر هو ماضي قدما في تنفيذ برنامجه وفي وضع الرؤية نتاعو وفي إرساء النظام السياسي اللي راه به وفي نظام الاختراع الفرد وسحب الوكالة، خاصة سي عبد الحميد أنت أشرت لحاجة في ظن ضعف الطرف مقابل الهوان متاعه مساهمته في تعفين الأوضاع على امتداد العشرية السابقة وتشتت حتى العائلة اللي تشبكون بديلة. شوف لطفي يمكن كيف ما ذكر محتى مهم جدا اللي هو أنه عدم قراءة المعادلة متاع قيس سعيد نسسنس التعامل متاع ريتنا. أنا سمعني هنا كمش نذكر راهي شوية، أنا قبل الانتخابات نبهت في الحركة اللي كنت ننتميلها للخصوصية متاع قيس سعيد، وبعد ذلك كتبت مقال في منتدى الشرق في شهر أكتوبر ومقال ثاني في شهر نوفمبر 2019 بعد انتخابات لقيس سعيد. قلت لو قيس سعيد انتبهوا، كل المنتظم السياسي والمدني يشتغل بنفس الطريقة، موازين القوى وخوض وعطي منها إلى آخره وكذا كذا. قيس سعيد لو البجي قيد سمسي ولو المنصف المرزوقي ولو حتى منا واحد منا هذا انتبهوا لشيء هذا. بالتالي اللي كان يتصور في وقت من الأوقات باش قيس سعيد يواخر راهو غالط، لأنه قيس سعيد يعيش في عالم آخر ما ثمش الحقيقة المشتركة. الحقيقة عنده هو نوع من فوق شوية من نبي أقل شوية من ربي، غادي كيما أنا غادي كيما أنا قاعد يتصور في التراجيدي غريك قصة دونك أو رجل المسرح أو رجل المسرح ما أنا كيفش تكلم. بالتالي لما تقول له راي مش توصل للحيط يقول توصل للحيط وتزفاه منه ما دامه يعتبر اللي هذه هي حقيقة اللي هذه هي الحقيقة. بالتالي أنا إيش نقول الآن؟ يجب أن نفهم من البداية نفهم وراو المراهنة عليه باش يوخر ولا باش هذا كي راو غالط وخسرنا وقت وسمعنا باش الانقلاب يتغلغ الاعتبارات هذه. تقول انت بالنسبه للشعب نتاعنا كل شيء ثم احتمال اللي باش الناس بعد مده مش تقول والله يا زين احنا عند بالنا خير من جماعه الاخرين، جماعه الاخرين اللي حشرين ايش عملنا نحن رغم المكاسب وكل شيء عملنا، قعدنا ناخذ في السياسي وفي الهويه الثقافي. تصورت الناس اللي قيس سعيد مش ماشي ناقش في السياسي مش ماشي الاقتصادي والاجتماعي شويه يلقوا قيس سعيد هو غارق بالضبط مش في السياسي في السلطوي ويحب يفكك من هذه العالم بتاع الناس كل. بالتالي انا اللي نصور العالم العامل الحازم في تقديري هو العامل بتاع الشارع الاجتماعي. إذا كان عنا حاجة من داخل البلاد هاو في جانفي وما تحركش لا اش عنا الناس كانت مراهنة على شهر جانفي باش يكون شهر سخن أنا من رأيه لأنه الإجراءات ري مازال. والثاني هو
موقع تونس في الريانات الدولية، وأنا كيف نقول الشيء هذا يبقى في الحال نتألم، لخاطر كما قلنا لما تفرط في الفرص متاع أن تلتقي مع بعضك باش تحافظ على استقلالك، تولي الورقة تفلت منك وتولي ملف من الملفات ونازلة من النوازل. هاي سي إبراهيم، أنا والله زاد عندي بعض الملاحظات سي عبد الحميد. الملاحظة الأولى تتعلق في موصلة توصيف ما حدث يوم 25 جويلية بالانقلاب، والحال أن رئيس الجمهورية هو رئيس منتخب، وهذه الرواية دي عملت حركة النهضة على تصديرها للخارج حتى من خلال تمويل بعض اللوبيات الإعلامية والاتصالية، ولكنها لم تنجح في تمريرها، لأن حتى الأطراف الأجنبية، ونحكي على الأطراف الأجنبية، القوى الدولية بالأساس واشنطن والاتحاد الأوروبي ما وصفوش ما حدث يوم 25 جويلية بالانقلاب. النقطة الثانية أنه كثر الحديث في المدة الأخيرة، وهذا أيضا من طرف أطراف اللي تنتمي لحركة النهضة ولا كانت في السابق تنتمي لحركة النهضة كما سيادتك سي عبد الحميد، الحديث عن الحرب الأهلية. الحرب الأهلية يعني هنالك سلاح قاعد يدور خارج إطار السلطة المركزية، نعرف أن الدولة هي التي تحتكر السلاح، بالتالي لهنا وكأن يتوانس وردوا بالك مراو فم سلاح آخر قاعد مخبي وغدو الحير أنا باش نتقاتلوا بالسلاح، وهذا لم يحدث طيلة السنوات معناتها على مدى أكثر حتى من قرن في تونس. يعني الحرب الأهلية ما فماش، تصير انتفاضات تصير ثورات، وشفناها الثورات هذه صارت ما قبل في عهد الاستعمار وما قبل الاستعمار، وصارت أيضا حتى في فترة الاستقلال. ثم أنه الحديث ربما على تدخل قوى أجنبية، أنا في اعتقادي وتونس بدأت تفقد الاستقلال بتاعها، أنا في اعتقادي تونس فقدت الاستقلال بتاعها في العشر سنوات الأخيرة، وقت اللي شفنا حتى الصراعات اللي كانت موجودة بين مكونات المجتمع السياسي من خلال انتماءات، هذا ينتمي إلى القطب الفلاني وهذا ينتمي إلى الحلف الفلتاني إلى غير ذلك، وشفنا كيفاش كل واحد حتى في علاقة بالملف الليبي أنذاك، شفنا كيفاش كل واحد يحاول يدخل من جهته باش يساند شق ضد شق آخر، وفي علاقة بتركيا في علاقة بقطر والإمارات والسعودية ومصر وغيرها وغيرها وفرنسا إلى غير ذلك. بالتالي مع الأسف احنا فما مقال صدر منه البارح يدولي في جريدة لوموند يتحدث على الانقلابات تولي عادت بقوة في إفريقيا، يتحدث آخر انقلاب اللي صار في بوركينا فاسو وإحنا مش نلعب معها غدو وإن شاء الله نربحوها، فهمتني؟ ونعرفوا أنتم بتحبوا عاد الكيب ناسيونال تربح هكا سي عبد الحميد، خاطر في وقت ما وقت السي رفيق عبد السلام قال ماذا بدي هو معاش في النهضة يا إبراهيم، شبيك مركز معاه كانوا في النهضة أنت ليه ما نسأل دقو تتحب سي إبراهيم يسأل فيها السؤال الباهي كي طريف تحب لك ناسيونال تربح ولا ميكرو سي عبد الحميد خلاص قل لي ميكرو تحب تونس أنت أكثر مني؟ لا أبدا ميكرو سي عبد الحميد أحبوها الكل، لا تحب تونس أكثر مني؟ لا ما يا سي عبد الحميد تحب نادي الفريق أكثر مني؟ نواصل بيصير نقوص فمن وقت اللي يقول خطر لهنا في الحديث على ربما اللجوء إلى المؤسسة العسكرية، إيش تقول جريدة لوموند بالتقريبا بالعبارة هذه، تقول وقت اللي النخبة السياسية تجد نفسها عاجزة على الاستجابة إلى تطلعات الشعوب متاعها، يصبح البديل هي اللجوء إلى مثل هذه الانقلابات. ولكن نحن يبدو للمؤسسة العسكرية، وانت ذكرتها أن المعسكرية متاعها، وهذه من النقاط معناتها الإيجابية للرئيس الراحل حبيب بورقيبة، وكتذكرها أنتم تولي تزيد الدعم، يعني الشيء هذا أنه على الأقل نذكرها أنا سي أنت سي عبد الحميد ذكرتها به هذه يعني من النقاط الإيجابية، كون المؤسسة العسكرية كانت دائما بمنأى عن التدخل في الصراعات السياسية، وشفناها بعد 14 جانفي كيفاش تصرفت وقت اللي كان لبوفوار كما يقول القائل كان وقتها ملوح في الشارع وكانت نجم تأخذ المؤسسة العسكرية. توا روح نجم تنقد الاطروحتين اللي قدمتها، انا قلت روح البلاد هي ما بين استمرار حالة متاع عجز يمكن تستمر، ولا حل من خارج المنظومة ربما من هاين مؤسسة العسكرية ينجم عاد تقول لي روح هذا من الاحتمالات اللي وانا كيما قلت لك انا قلت ونأكد ليس دعوة وليس هو تقييم معياري للوضعية وكل شيء، وإنما أنا نحب مع بعضنا
كان نعملوا في برين ستورمينغ قاعدين نشوف نجم تقول لي ثم حل اخر. انت انا كي قلت لي لا ثم الحل اللي موجود اللي هو استمرار الوضع هذا وانت لحد الان ومن حقك التو مازلت ماكش قاعد تشوف مش انقلاب لا راجل عنده 88% انا سمعت سنة شوي هاي استطلاع ترى تقول انا تعرفش وقت اللي نبدا نتكلم يبدا شي 100% اللي نخزر له نقوله لأن وريتك 88% وكل 100% هذا كان ينجم بعد مدة شهر وشهرين وكل شيء يتقلب بعكسه تماما وبالتالي أنا نحب نشوف أنا إيش نعمل. أنت مكش فقط مكش قاعد تشوف انقلاب عسكري اللي هو مصطلح دستوري كذا ما يفعله قيس هو تخريب للدولة تفكيك للدولة أرو ثم انقلاب عسكري عقلاني يحافظ على المؤسسات ويحافظ على التوازنات ويحافظ على موازين القوى. قيس سعيد استولى على التاريخ متاعنا. قيس سعيد كل وين يشوف حاجة مبنية اللي تسمى وصاية تسمى قوانين تسمى تواريخ توسع كذا قاعد يفرق فيها. هذا أنا كيفاش ننظر المسألة. بالتالي أنا قيس سعيد يعمل في الخطاب متاعه 25 جويلية في الليل في الدار متاعي مباشرة بحذايا زوجتي اللي ساعتها هي في النهض قلت لها هذا انقلاب. قالت لي عبد الحميد نصبروا شوية نشوفوا الدنيا كذا. قلت لها انقلابات ما نصبروش عليها الانقلاب. ومباشرة وهو يخطب دخلت الفيسبوك متاعي قلت هذا انقلاب لا أخلاقي وخطير. كيف نقول انقلاب خطير؟ يعني ثم افتراض في العلوم السياسية انقلاب إذا اللي متاع انقاذ. علش قلت هذا لا أخلاق؟ لأنه هو من داخل السيستام. لأنه قيس سعيد استثمر في التعفين متاع الأوضاع مش هو وحده لكنه استثمر الناس من أشاتت له الكرة هو ماركة دونك من هو إيش عمل سل روحه من الوحدة وقالوا عليه هذا كان مسؤولين وانا راني بيدي الحال. شنو السياسه ذا الاستثمار؟ لا ما يسالش ما يسالش ما هي السياسه كاكا. وانا من حقي زاد باش نقول اللي راه بيوالي ولكن ايضا ما لازمناش نقولوا نحن ما كانت الاوضاع خايبه هي متواصله خايبه ما وشنو اللي تبدل. نتفاهم معك يا عبد الحميد. لا نقطه برك هو قيس سعيد جاء قال اللي نحن انا جاي متاع تصحيح مسار ونحكي لك على طريقة التفكير متاعي. أنا لو كان قيس سعيد اقتصر على التأويل الموسع الفصل 80 ومن غدوة جاب ثم ناس وشاورهم وتحدث معهم وقال أي الأولادة هذا كان أنا ما يعجبونيش وهذا كان ما يعجبونيش لكن هات نتشاور مع هذا وكل شيء قال لي نعمل مشروع معنا متاع بلاد. ربما راني سجلت الموقف المبدئي ورا الموقف السياسي متاع يقول ولينا هنا أخطأنا أي جاية ثم فرصة خلينا نعطيها وقت نتعاملوا معها. لكن هنا فالجميع لم يستشر أحد بعد 6 شهور مش حل المشكلات من 56 ولا من قبل ولا العشر سنوات الماضية. لكن السؤال هو ماشي في الطريق الصحيح ولا سنبقى في التشخيص يا عبد الحميد؟ لا ما نبقاش في التشخيص. لأنه هنا كنت شطر هيك سؤال وانتي تقريبا جاوبت عليه. لو أنه مثلا بعد 25 جويلية كان أداء رئيس الجمهورية ممتاز وجمع كل القوى الوطنية وتمت معناها اتخاذ إجراءات ثورية فعلا لفائدة البلاد وشفنا فعلا تغييرات كبيرة برش، هل كنت ستحافظ على نفس التوصيف اللي هو انقلاب؟ شوف أنا مش نحكي سرعة خذ بزيت ما طرحت سؤال بسرعة. أنا قبل 25 جويلية كتبت وقلت هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. قلت الآن مطلوب أما فيها تعايش اللي ظهروا اللغة مستحيل ما بين مختلف الأطراف أو الدعوة للانقلاب الدعوة للانتخابات سبق الأوانة المنظومة بتاع 19 ما نجمتش تخدم أو رانا مش نلقاو رواحنا في وضعية بتاع انفلات اللي ما نعيسر. بالتالي من الزاوية النفسية أنا سجلت الموقف المبدئي لكن لو كان جاء من غدوة نلقى للرئيس اتعامل وقال بون ثم أخطاء ثم كذا كذا نحن هيت خلينا عنا ثم الوضع الاقتصادي الاجتماعي عنا ثم مشكلات في الدستور عنا ثم مشكلات في المنظومة السياسية هاي خلينا نتشاور كل شيء. ضرب الضربة متاعه هو الفاعل متاع المفاجئ وكل شيء. أنا تقديري الخاص نسجل موقف مبدئي لكن نقول في الأخر كان لازم تجي رجع للبلاد هاي جات
والأبر هناك بالنتائج. بن علي مثلا وقت اللي عمل 7 نوفمبر كان بورقيبة في أتعس حالات وكانت البلاد تقريبا ماشية في الاحتراب، وبالتالي لقي ذلك التغيير ترحيب في البداية من التوانسة، وشفنا معناها نسق التغيير اللي في تونس العام الأول خاصة والثاني والثالث، حسينا فما انتقال من مرحلة إلى مرحلة. يعني من الزاوية، خلينا نقول الزاوية المبدئية، نسجل الموقف متاعي، الزاوية السياسية وقت اللي نشوف اللي كانت صدمة لازم تجي، كانت الأفرض تجي بطريقة أخرى لكن جت بطريقة غالطة، ولكن المعدة متاع النتيجة والمنهجية أدت اللي باش ما ننصح المسار متاعنا، كنت سأتفاعل بطريقة عقلانية. جيت سؤالي اللي حبيت أنا نحكي على كما قالت إيمان، أي غدوة اليوم وغدوة، أنت تو في توصيفك لدور الاتحاد اعتبرت أن الاتحاد خطأ جسيما وساهم في تمدد، ما تراش اللي تقريبا الوحيد اللي بقى تو يعمل في السياسة هو الاتحاد، بمعنى أنه ما اصطفش لا مع 24 تماما ولا مع 117 و22 سبتمبر، على الأقل أبقى على أمل أنه ثم إمكانية حل سياسي دون اللجوء إلى القوى الصلبة في مقدمتهم معناها الجيش خلينا نقوله. الاتحاد صحيح ربما كان ينجم يتعاطى بشكل أفضل، لكنه هو على الأقل أبقى على هذا الخيط أنه فما حوار ممكن مع رئيس الجمهورية، لأنه رئيس الجمهورية تحبه ولا تكره هو حقيقة موجودة في البلاد، بتفويض الانتخابات، بتفويض 25 جويلية، وربما بالتفويض الآخر اللي أعلن عليه البارح اللي هي الاستشارة الشعبية. البارح يحكي لك على 90 و80%، وفي النهاية يحكي على تفويض آخر جديد لسيادته. الاتحاد هنا في قلب السياسة، لأنه الأحزاب اللي اختارت المواجهة والحرب هي أحزاب اللي تعتبر 25 زويلة انقلاب القوى اللي نعرفوها الناس كل، والاتحاد بقى في الوسط حتى أنه ضحى بالحضور في 14 وهو الذي كان في 12 جانفي أسقط تقريبا منظومة بن علي. هنا بالعكس حسيتنا بين الأطراف السياسية اللي تفهم وتعمل السياسة وتبقي على خيط الأمل، رغم أنه أكثر حزب تقريبا سبوا تسبوا الاتحاد من رئيس الدولة اللي اعتبرهم حتى أنهم غير وطنيين، وأنهم معناها بروا بحثوا على الخرائط الحوار في المنارشوين وبروا معناها يعني تكسير العدام نجم للطبوبي بهالمنطق اللي تحكي به انت متاع المبدأ وكذا، يقطع العلاقة تماما مع الرئيس ويترك العنان للشارع معناها الاجتماعي. هو يقول لك لا، في النهاية انا مطلوب مني عندي رئيس تري سبيسيال، عن قوة قصوية تاع 24 جويلية، انا على الاقل ابقي على امل في انه نجم نتحاور مع رئيس الدولة، نجم نستدرجوه الى مربع الحوار بعد ما هو بيده يقتنع اللي راو هل السرديات اللي يتخيل فيها طوباوية ما عندها هو مش توصل في الوقت. فضل شوف شوف سي لطفي، انا ثم كلمة متفقين فيها انا وياك اللي هي التقدير السليم يؤدي إلى الموقف السليم. الموضوع هناك هو في علاقة بقراءة المعادلة متى قيس سعيد. أقول أن الرهان على قيس سعيد بش يتشاور وبش يتفاعل رهان خاطئ. ثم مسألة بنيوية مرتبطة بالشخصية، ولذلك اتحاد الشغل، اتحاد الشغل ما جاش في الوسط. اتحاد الشغل عندي أنا جمع الانقلاب، الانقلاب رو في العالم الكل شحاجته، الانقلاب حاجته بالزمن. ربما لو كان حتى حد رو مدعى الحرب وحتى حد محارب الرئيس وكل شيء، لو كان نهار 26 و27 وغير القى قيس سعيد جابها واحدة ما نبقوا شكل هذا رو تمطيط للقراءة وكذا، جت الناس كل كيجت كانت لا، ربما كان ينجم يوخر ويجي للحوار، ولكن بعد ذلك لعب الناس كل كي هو مش متحاور مع هذا مش متحاور مع هذا كي هو مخاطل. والتوى مازلنا نقول أنا بكامل بسذاجتنا ببساطتنا بطيبتنا بحساباتنا، والاتحاد عنده مشكلات داخلية لأنه الآن ما ثم صراعات في داخله ما بين الموقف الوطني وما بين اللي الناس مصطفى بالضرورة مع الانقلاب. أنا بوضوح خايف من على الوحدة متاعه، بالتالي أنا نقول هذا الموقف مش يزيد يخسرنا وقت ومش يزيد البلاد منها تتخرب، وتاريخيا
من ذهب في هذا الموقف مش يتحمل المسؤولية. شكرا لك عبد الحميد الجلاسي، شكرا لكل الفريق التقنيني، هي أسبوع مريحة للجميع، إلى اللقاء.